طيب احنا كده بقينا تقريبا 12 واحد موجودين، يعني انا و11 تانيين. مش عارفه دكتور نيفين دخلت معانا ولا لا. هي دكتور نيفين عندها ظروف صحيه كده وصوتها رايح، بس هي هتبقى معانا برضه. ربنا يعني يقومها بالسلامه ان شاء الله، يتم شفاها إن على شاء خير. الله. انا مفتقده جدا التواصل معاكم المباشر في قاعه المحاضرات وكده، بس في نفس الوقت يعني مبسوطة إن إحنا قادرين نتواصل أونلاين في طريقة مختلفة، يعني ممكن نقرب بيها من بعض ونتكلم ونتناقش سواء في المادة العلمية أو بره المادة العلمية يعني. والتجربة كلها زي ما قلت لكم على بعض كده، هي تجربة جديدة علينا كلنا، طلبة وستاف. دكتور نبيم بتكتب على الشات دلوقتي. علشان هي صوتها حبيبتي، هي صوتها مش طالع، فهي عايزة تبقى معاكم برضه طبعا ومعانا. ف صباح الخير يا دكتورة، أنا قلت لهم إن صوتك رايح خالص. ألف سلامة عليكم، إن شاء الله تبقي كويس. فزي ما بقول لكم التجربة جديدة علينا كلنا، فيها شوية تحديات، فيها شوية مشاعر كده مختلطة على بعضها، شوية قلق على خوف، على في حاجات جديدة بنتعلمها فممكن نلاقي صعوبة فيها، بس في الآخر يعني أنا شايفة إن هي تجربة ممكن يبقى فيها إيجابيات كتير قوي قوي قوي. يعني في قدامنا فرصة لحاجات ما كانتش موجودة قبل كده، يعني مين كان عنده الفرصة إنه يقعد أسبوعين في البيت كده؟ يعني بقالها كتير جدا، والحمد لله يعني قاعدينها بصحة وعافية على الكل إن شاء الله. يعني فكرة التكنولوجي إن إحنا نقدر نتواصل مع بعض كده ويبقى في حوارات ما بيننا زي ما بقول لكم، سواء في المحتوى العلمي، في المقررات، أو حتى خارج المقررات لو أي حد احتاج أي حاجة. مش قادرة أقول لكم الصوت مسموع ولا لأ؟ مسموع يا مسموع. دكتور تمام، تمام. لو في اي مشكله في الصوت قولوا لي. كنت بقول لكم الايام والليالي اللي فاتت، انتم مش متخيلين المجهود اللي اتعمل من ناس في الاكاديميه بجد علشان نحاول ان دايما يبقى في تواصل بيننا وبينكم، ونحاول ان احنا نكون معاكم، والماتيريال كلها تتجهز وتتسجل، ونبدا نفعل موضوع الاونلاين كلاسز علشان يعني يوصل لكم احساسنا اولا بالاهتمام، ثانيا المواد العلميه بتاعتكم اللي انتم من حقكم ان انتم تتعلموها السمستر ده، بعيدا عن الامتحانات هتكون ازاي، في حاجه هتبقى قائمه، هنرجع قريب مش هنرجع قريب، احنا كده كده مع بعض ان شاء الله. يعني ربنا يكتب لنا كلنا السلامه والدنيا تخلص على خير يعني، ونرجع كلنا مع بعض إن شاء الله للقاعة تاني، ونتقابل في الجامعة بتاعتنا كلنا تاني إن شاء الله. حد حابب يسأل في أي حاجة أو يعني يتكلم في أي حاجة قبل ما نبدأ؟ أنا عايزة أقول حاجة؟ لا يا دكتور لا. اوكي، مين اتفرج على الفيديو بتاع المحاضرة الأولى؟ أنا يا دكتور. مين؟ أنا فرحيني. نعم؟ نادين يا دكتور شفته. نادين؟ اه. طيب تمام، في مين تاني شافه غير نادين؟ طب معلش اهتموا ان انتوا تشوفوا الفيديوز اللي اتصورت ونزلت لكم على، او اتسجلت ونزلت لكم على الموقع بتاع الاكاديميه، لان هي فيها شرح المحاضره اللي فاتت. اوكي نادين، عندك اي تعليق على الفيديو بتاع المحاضره اللي فاتت؟ لا لا لا، بس انا عجبني ال يعني شركه كيت كات عملته جدا، انها بدات ان هي تدرس السوق الياباني والناس اللي هم عايزين ايه وكده، وكمان انا ما كنتش اعرف ان انها اصلا اساسها اسمها كيتو كاتسو.
فلا حاجة كيوت يعني. هي مش الـ الـ الشركة اللي اسمها كيتو كاتسو ده، هي لما راحت اليابان وبدأت تعمل الماركت ريسيرش بتاعها لاحظت ان كلمة كيتو كاتسو دي عندهم منتشرة جدا ومعناها جود لك، فهي قالت الله طب ده اسم يعني اسم قريب من اسم يعني اسم كيتو كاتسو قريب من كيت كات، فحاولت تستثمر الموضوع ده، فقامت الحملات الإعلامية كلها بعد كده مبنية على الاسم بتاع كيتو كاتسو ده عشان تربط في أذهان العملاء بتوعها أو الجمهور المرتقب اللي هي عايزة تكسبه، عايزة تربط في أذهانهم اسم الشوكليت باسم الايه او هي مرتبطة عندهم بمعنى إيجابي اللي هي جود لك. بدأت بقى الفكرة اللي أنا حكيتها في الفيديو بتاعت الطلبة وأيام الامتحانات في الامتحانات، وبعد كده هم لقوا إن هم يعني الشعب اللي هو اسمه إيه الياباني بيزهق بسرعة، فكل فترة بقوا بينزلوا طعم جديد. فلا يعني الماركتينج ريسيرش كان شامل كل حاجة، فعجبني قوي اللي هم عملوه. شكرا يا نازين. العفو يا دكتور على ايه؟ شكرا ان انت اهتميتي واتفرجتي وشكرا على ان الحاجات التفاصيل لفتت نظرك. طيب ارجو ان انتوا كلكم ترجعوا تتفرجوا على الفيديو بتاع المحاضرة الأولانية، وأنا بريفلي كده بلخصه لكم في إن أنا كنت بتكلم على إن في بيزنس ممكن يبدأ ويكون وراه ناس عندهم كفاءة عالية ويكونوا بيقدموا برودكت أو سيرفيس ليها معنى وبكواليتي عالية، ومع ذلك ما يكسب لهاش النجاح. بتبقى إجابة سؤال ليه حصل كده؟ ليه الشركة دي ما نجحتش؟ ليه الناس بتسيبني وتروح عند المنافسين؟ دايما بتبقى الإجابة بتاعتها ما تعملش ماركتينج صح، لأن الماركتينج هو الأساس في القصة دي. هيبقى إيه قيمة إن أنا بقدم حاجة مهما كان ليها معنى ومهما كان بتقدم تسهيلات وخدمات للجمهور بتاعي ومميزات من غير ما الجمهور بتاعي يعرفها، ومن غير ما الجمهور بتاعي يفهم ايه الفرق بينها وبين غيرها في السوق، ومن غير ما افضل علقه في ذهن المستخدم او ذهن الجمهور او المستهلك بتاعي، ومن غير ما اقدر انافس، ومن غير ما احسسه بالولاء، هيبقى ايه قيمه اللي انا بقدمه؟ ايه قيمه اللي انا بقدمه لو ما كانش الجمهور نفسه يحس بقيمته ومكانته في السوق؟ أكيد بتفرق كتير وبتأدي لإن شركات كتير حتى لو بدأت تعمل شغلها وتجتهد في كل الخطوات بتاعت إنشاء البيزنس والدراسة بتاعته ودراسة الجدوى والسبيسيفيكيشنز بتاعت المنتج بتاعتها والكلام ده كله، مهما اجتهدت في الكلام ده وما وصلش للعميل يعني almost zero وبينتهي المشروع وبيتقفل بسرعة. والكلام ده خاص بالدراسة بتاعتكم بتاعت المنهج، وخاص بيكم لو حد فيكم فكر يفتح بيزنس في أي وقت من الأوقات، يبقى دايما في دماغه الفكرة دي. اتكلمت كمان عن تجربة كيت كات اللي نادين مشكورة شاركتها معانا. أنا هحاول إن أنا أوريكم على الشاشة وتقولوا لي إذا كان هيبقى واضح بالنسبة لكم ولا لأ. يعني مقتطفات كده من السلايد. شركة كيت كات لما حاولت تدخل السوق الياباني، وطبعا السوق الياباني بالنسبة لها هو سوق جديد وما تعرفش خصائص الشعب الياباني ايه، فبدأت ان هي تدرس. اول حاجة عملتها انها بدأت تدرس الشعب الياباني والخصائص بتاعته. دايما يقول لك اعرف جمهورك، عايز مهارات اتصال اعرف جمهورك، عايز تعمل حملة تسويقية اعرف جمهورك، عايز تبيع منتج اعرف جمهورك. دي دايما
أول حاجة لازم الواحد إيه يفكر فيه. بعد ما درست السوق لاحظت كلمة كيتو كاتسو اللي أنا كنت بتكلم عليها وبدأت تربطها في حملة تسويقية. هتشوفوا بقى التفاصيل طبعا بتاعت الحملة. هل كده باين بالنسبة لكم السلايد؟ لا يا دكتور مش باين. لا السلايد مش باين. هي كده شايفين السلايد صح؟ اوكي. ممكن بقى تتفرجوا على تفاصيل الحملة الإعلانية سنة ورا سنة الكيت كات في اليابان اشتغلت ازاي وفكرت ازاي وقدرت توصل للشعب الياباني ازاي وخططت للحملات الإعلانية بتاعتها ازاي في الفيديو اللي فات. الخطوات اللي قدرت ان هي تنجح فيها اتكلمت كمان على الوانتس والنيدز. الوانتس والنيدز والفرق بينهم. حد يعرف الفرق بين الاحتياجات والرغبات؟ هو مثلا هو احتياج ده تبقى حاجة يعني أساسية أنا ما أقدرش أستغنى عنها، بس الرغبة دي حاجة مثلا هي بالنسبة لي أنا بس اللي عاوزاها صح؟ برافو عليكي. الكلام يعني قرب الصح جدا جدا. بالنسبة للاحتياجات هايلة، هي حاجات أساسية أنا ما أقدرش أستغنى عنها أوكي؟ إنما أوكي. للرغبات هي رغبتي في سد الاحتياج ده بس بشكل معين يلائمني انا. فمعنى ايه؟ هوضح لكم بمثال هتفهموه جدا. الاكل بشكل عام احتياج، الطعام وسد الجوع ده احتياج. انما انا عايزه اكل تفاحه، انا نفسي في مانجا، انا نفسي اعمل مش عارفه بيكاتا بالمشروم ويكون عليها صوص ايه دي رغبات. انما انا جعانه انا محتاجه اكل ده احتياج. الصوره اللي قدامنا دي فيها صوره الابل براند، وقصدي منها اقول ان التواصل من خلال تليفون محمول ده احتياج دلوقتي، اصبح احتياج اساسي. هتواصل مع الناس ازاي في الدنيا كلها دلوقتي من غير موبايل؟ فالسلفون او الموبايل اصبح دلوقتي بنصنفه وكانه احتياج لانه شكل من اشكال التواصل. انما حصولي او اقتنائي ايفون ابل ده اسمه ايه؟ رغبه. برافو كده. النهارده بقى هنتكلم مع بعض على تخطيط الحملات الإعلانية أو تخطيط الحملات التسويقية. ما بتفرقش كتير عن بعض إلا في بعض. يا دكتور إحنا دكتور لما إحنا بنبقى عايزين نوصل للشخص دوت أو عايزين نوصل لهم مثلا بنلعب على الرغبة ولا الاحتياج ولا الاتنين؟ برافو عليكي، ده سؤال رائع. مين اللي بيسأل؟ ما فندم؟ شيماء يا دكتور. اوكي يا شيماء، متشكره جدا على السؤال ده لانه سؤال مهم. انا لما باجي اشتغل في الماركتنج او باجي اعمل ادفرتايزنج او باجي اعمل حمله ترويجيه، انا بشتغل على الاحتياج ولا على الرغبه؟ لا، بشتغل على الرغبه. على الرغبه ليه؟ الاحتياج ما هوش محتاج تسويق ولا اعلان عشان يستوعب. لا يمكن هتستني حد يقول لك ايه رايك تاكلي؟ ايه رايك لما تجوعي تاكلي؟ يعني هو انا بلعب على الدوافع بتاعته، بلعب على اثاره الرغبه جواه ان هو والاحتياج جواه، الرغبه قصدي جواه ان هو يشتري الحاجه بتاعتي، مش بلعب على الحاجه صح؟ بالظبط كده. هو الاحتياج ده موجود، الاحتياجات الاساسيه موجوده وانا برضو بلعب عليها،
انما انا بتارجت الرغبه، بحرك رغبته. هدفي من الاعلان او من التسويق اني احرك رغبته لسد الاحتياجات الاساسيه. وبما اننا فتحنا موضوع الاحتياجات والرغبات، فانا بعرض لكم هرم ماسلو اللي قدامكم ده، اسمه هرم ماسلو للاحتياجات. حد شافه قبل كده؟ لا. هو احنا قدامنا ماركتنج ميكس دلوقتي. ماركتنج ميكس. طيب انا هحاول قولوا لي كده لو انتوا شايفين. انا دلوقتي حاطه قدامكم هرم ماسلو، لما يبان قدامكم قولوا لي. ايوه ده هرم معروف جدا بالنسبه للمتخصصين في علم النفس بالذات، وليتلي اصبح معروف لكثير من العامه لغير المتخصصين في علم النفس. الهرم ده عمل واحد اسمه ماسلو، بيلخص لنا الاحتياجات البشريه كلها فيه. هنا بنتكلم على الاحتياجات وليس الرغبات. فبنلاقي الهرم طالع من القاعده وماشي للقمه، بيبدا بالاحتياجات الاساسيه نفسها مترتبه، لان الاحتياجات الاساسيه في اولويه لتلبيتها. مفيش حد جعان او مش عارف يتنفس هيدور على تحقيق ذاته او هيدور على انه ينجح ويبدع. واخدين بالكم؟ من تحت لفوق يعني يا دكتور؟ بالظبط كده، من تحت لفوق. اول حاجه بندور عليها هي الاحتياجات الفسيولوجيه، اللي هي بالفطره بندور، البيبي بيدور يسد الاحتياجات دي، الطفل اللي لسه مش واعي بيدور يسد الاحتياجات دي. كل واحد بيتنفس بالفطره، كل واحد لما يجوع بيدور على حاجه ياكلها، فكره العطش، فكره الاحتياج للنوم، دي كلها احتياجات اساسيه بندور على طول نسدها من غير ما حد يوجهنا ولا حد يبدا يعمل لنا نوع من انواع الدعايه والاعلان والكلام ده. مش محتاجين. محتاجين الاعلان احنا كمعلنين او متخصصين في التسويق، محتاجين ان احنا نلعب على الاحتياجات الفسيولوجيه عشان نحرك رغبات عند العميل او عند الجمهور. فنيجي على احتياج الطعام ونبدا ننزل اعلان يحرك شهوه الجوع حتى لو اللي قدامي مش جعان. مش اوقات كده من غير حتى اعلان فيديو، اوقات تبقوا ماشيين وتشوفوا بيل بورد كبير مثلا عليه اعلان بتاع، فلنفترض مثلا فاست فود، ومصور لك الساندويتش والفرايز والدرينك معاهم، فتحس ان انت يعني لا انا عايزه اروح دلوقتي حالا اكل الوجبه دي. جذبني للمنتج بطريقه معينه عشان اقدر اروح اشتري. بالظبط. وخليكي عايزه تدي الاحتياج ده مش باي اكل، بالبرودكت بتاعه هو. يعني ربط سد الاحتياج الاساسي اللي عندك ده بانه حرك الرغبه ووجهها على البرودكت بتاعه هو. اوكي. ونطلع بعد كده بقى في السكيورتي نيدز، احتياجات الامان، ان الانسان يبقى عايش في سلام وامان ويقدر يقعد في بيته من غير ما يبقى خايف ومرعوب، يقدر يشتغل في وظيفته من غير ما يبقى مهدد، يقدر يبقى آمن في جسمه مش مهدد. احنا دلوقتي بعض الناس بيجي لها نفسية، وفي بعض الناس بتبص يعني ايه الأفورة دي، هو ليه عامل كده؟ لا، هو عنده يعني السكيورتي نيدز بتاعته مش مشبعة. ليه؟ هو سامع ان في كورونا فيروس، ده حصل وفيات، ده العدد زاد، ده انتشر، ده بلد جالها، هيطلعوا مصري على البوق، لا طلع مفيش مصري. فهنا كل ده بيأثر عنده على الايه؟ على السكيورتي نيد، فبيهزه تماما. الاحتياجات الاساسيه بتاعت الانسان دي هو اللي بتخليه سدها، بتخليه انسان سوي، انسان سوي نفسيا وجسديا. اوكي. بنخش بعديها على السوشيال نيد، الاحتياجات الاجتماعيه. كلنا بنحتاج نحب ونتحب ويبقى فيه كونكشنز مع الناس وكوميونيكيشن. بعد كده بنطلع لفوق بنلاقي الحاجه للتقدير، نيد تو بي ريكوجنايزد، اللي لعبت عليها كوكاكولا في حمله عالميه شهيره بتاعه الاسماء،
ان الواحد يلاقي اسمه على الكامب، وعملت مبيعات. هي نفسها اعترفت انها ما كانتش متصوره انها هتوصل لحجم المبيعات. ليه؟ لانها على حاجه اساسيه عند الانسان، وهو need to be recognized. انا امسك الكان ابقى فرحانه قوي ان مكتوب عليها ايه. ضحى تمسك الكان، يا سلام لقيت اسم ضحى، نادين، منى، شيماء. يعني احساس ايه السعاده اللي بتجيلنا دي لما نمسك حاجه عليها اسمها، حاجه ملكي انا، حاجه بتاعتي، بحس ان انا recognized، يعني انا متشافه ومتقدره عن طريق اسمي اللي هو جزء مني. فهي لعبت على الحاجه بتاعت الريكوجنيشن او حاجه للتقدير، ووظفتها وخلتها رغبه لاقتناء المنتج بتاعها هي واستخدامه. فده فهمتوا معايا ازاي التسويق والاعلان بيلعب على القصه دي بتاعت البيزك نيدز عند الانسان، وبيحولها الرغبات متجهه للبرودكت او سيرفيس بتاعته. الاحتياج يبقى على الصف بقى بتاع الهرم، اللي هو بعد ما الانسان يستقر بقى نفسيا وجسديا ويبقى امن في اكله وبيته، ويحس ان هو متقدر ومحل ثقه واحترام من الناس اللي حواليه، بيبدا بقى الكرياتيفيتي ممكن تشتغل عنده، البروبلم سولوشن، السكيلز بقى العاليه، السكيلز بتاعه التفكير النقدي والتفكير التحليلي، يبدا بقى يدور على فكره السلف ديفلوبمنت اللي احنا دايما بنقول عليها، طور نفسك طور نفسك طور نفسك. ما انت مش هينفع تروح لواحد جعان وتقول له طور نفسك، مش هينفع تروح لواحد خايف على حياته او مش لاقي بيت يقعد فيه وتقول له طور نفسك. هو محتاج يسد الاحتياجات الاساسيه الاول. موضوع كمان السلف ديفلوبمنت ده برضو بيتوظف ويستخدم في الحملات التسويقيه، وممكن اقول لكم يعني ليتر على امثله كتير قوي بتلعب على الموضوع ده. دي كانت الاحتياجات الاساسيه وازاي ممكن تتوظف علشان نعمل عليها شغل تسويق وشغل اعلان. نرجع للتخطيط. لما طبعا السلايد بتاعه التخطيط تظهر قدامكم قولوا معلش. انا بس عشان ما كنتش حاضره من اول لحظه، هو البي دي اف دون او يعني اللي حضرتك السلايد دي هتنزل ولا عشان هنبقى نشوفها في الفيديو بس بعد ما ينزل؟ هو حاليا السيشن والمحاضره اللي احنا شغالينها مع بعض اونلاين دي بتتسجل، هتبقى متاحه بعد وقت المحاضره، هنزلها لكم على الجروب وهتبقى مرفوعه على الاوفيشال ويب سايت بتاع الاي ام اس. اوكي احنا تمام على وشك انهاء اول سيشن من المحاضره بتاعه النهارده. احنا يبقى عندنا تو بارت، بارت 1 وبارت 2. اوكي تمام. انا دلوقتي هعرض لكم سلايدز ليها علاقة بالتخطيط، وهنتكلم عن التخطيط. لما السلايد تجهز وتظهر، هل ظهرت قدامكم؟ دكتور معلش كنت عايزة أسأل على حاجة. تفضل. هو احنا كده مفيش حاجة على الميد ترم او ان احنا هنرجع الدراسة تاني صح؟ احنا بنعيش دلوقتي اليوم بيومه، مش عارفين بكره في ايه، مركزين في اللي نقدر نعمله واللي في ايدينا نعمله. الحاجه اللي احنا مش عارفين هترسى على ايه، يعني نحاول قدر الامكان ما نشغلش بالنا بيها. يعني المؤشرات بتقول ان احتمال ما يبقاش في امتحانات ميد ترم. هتتحسب ازاي بقى؟ دي هيبقى قرار من المجلس الاعلى ومن وزاره التعليم العالي، مش قرار خاص بس باداره الاكاديميه. لو الدنيا يعني قدرنا ان احنا نوقف الفيروس في مصر وما بقاش فيه انتشار ليه، هنرجع طبعا الجامعه بتاعتنا ونكمل دراسه السمستر عادي. لو احتاجنا نعمل بريكوشنز واحتاجنا ان احنا نفضل في البيت، امن لينا سلامتكم هي نمبر 1 و2 و3. فهنكمل عشان السمستر ما يروحش، هنكمل المحتوى العلمي اونلاين، وهنحاول دايما يبقى في تفاعل وفي تواصل، وكل حاجه تحتاجوها اتكلموا فيها واطلبوها، هتلاقونا على طول بنحاول ان احنا نعملها يعني في حدود الامكانيات طبعا المتاحه بالنسبه لنا كتكنولوجي وانترنت وكده. بس ان شاء الله هنبقى مع بعض دايما في كل خطوة.
اوكي اوكي يا دكتور. في عالم شهير اسمه براين تريسي قال مقولة مهمة جدا، كل دقيقة بتقضيها في التخطيط بتوفر بيها 10 دقائق في التنفيذ. هديكوا اكزامبل بسيط جدا بنعيشه بشكل يومي. اللي بيبقى مجهز هيلبس ايه بكره لما يصحى من النوم عشان نازل رايح الجامعه بتاعته، ويبقى مجهز هيعمل ايه لما يصحى وهياخد ايه معاه وهياكل ايه، بيفرق معاه جدا في الوقت اللي هو بيجهز فيه الصبح. اللي بيقوم من النوم وما عندوش خطه مسبقه هلبس ايه، طبعا بنلاقي نفسنا بنفتح الدولاب وبنقف مده كبيره وبنتردد وبنطلع طقم وندخل ونغير راينا، وممكن بعد ما نلبس نغير لبسنا تاني، نبقى مش عارفين هنجهز اكل ايه، طب اكل لا، طب اما اروح الجامعه اكل لا، طب هشرب حاجه دلوقتي لا مش هشرب. طالما مفيش خطه مسبقه هيبقى فيه وقت مهدر وهيبقى فيه تاخير في التنفيذ. واحنا بنتكلم على التسويق مفيش مجال ان ما يبقاش فيه تخطيط، مفيش مجال ان احنا نقدر نهدر لا وقت ولا فلوس، لان في التسويق كل حاجه ليها سعرها وسعرها الغالي قوي. زي ما احنا شايفين كده قدامنا صوره لو ظاهره قدامكم، هي لسه تقريبا بتحمل يا دكتور. اوكي كلنا عندنا مكان عايزين نوصل له، اوكي، وليكن التارجت بتاعنا ان احنا نحسن الصوره الذهنيه بتاع البرودكت اللي احنا عايزين نعلن عنه، اوكي، عايزين نعمل له قيمه في وسط المنافسين. واحنا دلوقتي واقفين في مكان في السوق ان احنا مثلا نمبر 3 في نوعيه المنتج اللي احنا بننتجه، واحنا عايزين نبقى نمبر 1. الاسهم اللي قدامي شايفينها، هو حضرتك ممكن بس يفهم على تاني فندم؟ مش تبصي يا دكتور، الشاشة معلقة. افتحي تاني يا دكتور لأني هو تقريبا معلق. اوكي طيب، لغاية ما الشاشة ترجع، حتى لو ما رجعتش يعني هعرضها لكم في السيشن الجاية. لغاية ما الشاشة ترجع، مش عايزة تعريف بشكل علمي، بس عايزة تصوركم يعني ايه تخطيط بشكل عام. تخطيط، تخطيط لايه بالظبط؟ لأي حاجة، يعني ايه planning؟ عايزة كلام عام. المفروض التخطيط يعني انا بحط خطوات مثلا. اتكلم، احط خطوات. كلمي يا دوحه، كلمي يا دوحه. انا بحط خطوات للهدف اللي انا، للحاجه اللي انا بعمل لها تخطيط علشان اقدر اوصل للحاجه دي، فالخطوات دي هي البلان بتاعتي، صح؟ ممكن ان انا كمان برتب الافكار، بنظمها برتب الافكار بنظمها. إيه؟ ببتدي يا دكتور احط يعني زي كده يعني ستيبس كده بمشي عليها، وبتبتدي مثلا من 1 2 3 تمام، عشان اقدر انفذ وابتدي يعني يبقى ليا هدف من الحاجات دي، مبقاش مش ببقى بخطط وخلاص. ممكن اكون بدرس الحاجه ديت اللي انا عايزه اخطط لها وبشوف نقاط الضعف والقوه اللي فيها. برافو، الكلام ده فيه كلام كتير صح. التخطيط هو اتخاذ قرارات، عباره عن عمليه اتخاذ قرارات بنحدد بيها اتجاهات خاصه بالمستقبل، يعني هناخد حاجات جايه مش حاجات فاتت. اوكي بشكل بسيط، احنا فين عايزين نوصل، فين هنوصل، ازاي باقصر طريق واسرع وقت وباقل تكلفه. هل الكلام ده واضح؟ يا دكتور مع حضرتك. طيب هل السلايد قدامكم بتاعت ال، لا يا دكتور هي شاشة معلقة اصلا.
طيب انا هعرضها لكم السنه الجايه، بس عامه التخطيط زي ما بقول لكم عمليه اتخاذ قرارات لتحديد اتجاه في المستقبل، احنا فين، عايزين نوصل فين، ازاي نوصل للي احنا عايزينه باقصر طريق ممكن. اوكي، لما نيجي نطبق الكلام ده على الحملات التسويقيه يبقى لازم نرجع للفور بيز. معايا الفور مع حضرتك عندي برودكت برايس بروموشن، انا محتاجه اخد قرارات خاصه بالاربع مكونات بتاعه المزيج التسويقي. القرارات دي الهدف منها اني اوصل بالمنتج بتاعي للعميل واحقق اعلى قدر من المبيعات، اكبر قدر من الثقه، اعلى قدر من الولاء، باقل تكلفه ممكنه، وفي اقصر وقت ممكن. ده بشكل بسيط كده ازاي ممكن اخطط واعمل تخطيط للحملات التسويقيه. وبارت 2 ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل على التخطيط للحملات التسويقيه والتخطيط انكلودنج للعمليات او للحملات الاعلاميه. اوكي ماشي يا دكتور. ماشي يا دكتور، معانا 10 دقايق ونرجع بارت 2، هتلاقوا اللينك محطوط في بوست على الجروب بتاعنا. نتقابل بعد 10 دقايق دلوقتي ان شاء الله. باي باي، اشوفكم بعد 10 دقايق. باي باي.